طبعا ندري ان امريكا شئنا ام ابينا هي العمود الفقري لكل اقتصادات العالم، واي تاثير في الولايات المتحده الامريكيه بالنسبه لاقتصادها سوف يؤثر بصوره مباشره او غير مباشره، وخاصه نحن دول الخليج اللي رابطين عملاتنا مع الولايات المتحده ومع الدول التابعه لها، يعني اوروبا وبريطانيا اضافه الى اليابان. ما نشوفه حسب القراءات وحسب الإحصائيات بأن الاقتصاد الأمريكي متجه إلى الانهيار، هذا طبعا واضح للعيان. هناك مشاكل كبيرة يعاني منها الشعب الأمريكي. الدراسات الأخيرة تقول التضخم كلف المواطن الأمريكي $930 شهريا زيادة على ما كان يصرفه قبل كورونا وقبل التضخم. هذا طبعا له تأثير كبير، هذا يؤدي إلى أن المواطن الأمريكي وحقيقة بدأ بالاقتصاد بالصرف، وهذا سوف يؤثر وأثر على شركات الإنتاج وشركات التجزئة. لذلك هذه الشركات اتجهت إلى مرحلة تسمى مرحلة الركود، حيث تركد الأسعار، الإنتاج يقل، الموظفين يبدأون بالتسريح الموظفين. هذه كلها دائرة اقتصادية مهمة، واحدة مرتبطة بالأخرى. مشكلة أخرى تواجه الاقتصاد الأمريكي ويتوقعونها بدايات سنة 25 هي مشكلة المكاتب التجارية. كثير من العمارات التجارية في كثير من الولايات بدأت تكون في مرحلة فاضية. طبعا تدرون أن تكلفة البناية التجارية تكلفة مالية عالية، فلذلك هذه البنايات حتما يكون نصفها على الأقل نصفها دافعها الشخص والنصف الآخر متحملتها البنوك. لذلك عدم إشغال هذه البنايات وعدم وجود دخل شهري تؤدي إلى أن هذه البنايات يعني يعجز أو الشخص الأمريكي اللي مستثمر لهذه البناية يعجز عن دفع أموال أو أموال القروض للبنوك. هني راح ندخل مرة ثانية بما كان يسير عليه الوضع عام 2008 مع البيوت السكنية، الآن مع العقارات التجارية. كثير من البنوك، يعني لا نقول بنوك رقم واحد، يعني هم هناك في أمريكا يقسمونها، هي البنوك رقم 2 و3 من ناحية رأس مالها وضخامتها، ولكن سيؤثر عليها. إنزين، بعد تأثير هذه الأزمات على البنوك ماذا سيحدث؟ لا أحد يعني يتوقعون انهيار في البورصة، يتوقعون زيادة إضافية بالتضخم، كثير من الأمور، يتوقعون سرعة الدخول إلى ما يسمى بالركود. المشكلة الثالثة اللي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية هو الدين اللي عندها. الدين وصل إلى 95-97% بعد ما كان 46 في التسعينات، يعني هذا مبلغ كبير، ويتوقعون أن بعد 30 سنة يوصل إلى 130% من الناتج المحلي دين حكومي، وهذه مرحلة خطيرة جدا. وأمريكا داشة في كثير من ما احنا شايفين الحروب الإقليمية، هذه كلها مصاريف إن لم يتم علاجها الحكومة الأمريكية والاقتصاد الأمريكي متجه إلى الانهيار. إضافة إلى نشوف طبعا المناوشات الاقتصادية بين أمريكا وأوروبا مقابل الصين وروسيا، كذلك هم راح يكون لها تأثير في المستقبل، طبعا راح يأثر علينا بجميع الاتجاه. طبعا هو تأثير مباشر أو غير، يعني مباشر بالنسبة عندنا احنا جهتين ممكن أن نتأثر بها، إما استثماراتنا الخارجية في الولايات المتحدة وبريطانيا أو عن طريق أسعار النفط. أسعار النفط طبعا راح يكون لها تأثير، بالركود راح تهبط، ما حد يشتري منك، وبالنسبة للحروب راح يرتفع، راح يزيد عندهم التضخم، وهم أحد راح يشتري عنك لأن الشركات لم تقم بالإنتاج، راح تهدي الوضع.